لأنه ضروري بكرة الصبح نسافر أنا وسالوني، عنا شوية ترتيبات. نيل، أنت رفيقي، ما رح تحضر العرس تبعي؟ بكون مبسوط إذا بتجي. باي. ليك كاران، جاي على بالي أكل بوزة، خليك هون أنا رايح جيب. لا معلش، أنا بروح بجيب، أنت خليك، المحل قريب. أول ما تطلع لف على اليسار. حبيبتي ما بتأخر. وأنت انبسط؟ يا أنسي، بتحبي تشربي شي؟ لا شكرا. ليكي أنا ما بظن يكون عندك أي مانع إذا أنا بدل ما قلك أنسي يعني قلك شبرا، هيك بدون أي شي. ايه يس، ما في مانع. هذا الحكي، إذا كان كاران بيقدر يناديكي شبرا، ليش أنا ما بقدر؟ يعني ليش أنا لا؟ كاران شخص رائع كتير وصديق وفي كمان. بتعرفي الصديق الحقيقي هو يلي بيفهم صديقه، هو اللي بيحب إنه يشارك رفقاته بكل شي بيملكه، وكل شي بيخصه بيخصنا إلنا كمان. عن جد أنت كتير محظوظة إنه أنت عندك رفيق بيتمتع بهالصفات، وكاران كمان محظوظ فيكي. شبرا، خليني قلك شغلة، أنت لا تحاولي أبداً تفرقي بيني وبين كاران. شبرا، أنا بعرف منيح لما البنت تهرب من بيتها كيف لازم تبلش حياتها من جديد، رح تواجه مشاكل كبيرة ورح تقدم تنازلات كتيرة. شبرا، خبريني إذا واجهتك أي مشكلة، بس قوليلي مرة واحدة. إذا كانت أي مشكلة كبيرة متعلقة بالمادة أو مشكلة متعلقة بالوحدة، أنا بعملت هيك بحلها. ماشي؟ شبرا، شو رأيك نفوت على غرفة نومي شوي؟ شو؟ شو هالحكي التافه يلي عم تحكي؟ على أساس أنت رفيق كاران؟ ما بتستحي على حالك تحكي هيك حكي رخيص؟ استحي؟ إذا كاران بنفسه ما استحى أنه يتركك لحالك عندي هون شبرا، فليش لحتى أنا استحي؟ أنا صرفت عليك كتير، فواتير الأوتيل وحق عقدك وكل شي احتجتي له. ليكي على فكرة أنا بظن أني دفعت ثمنك مسبقاً لكاران، وهو تركك معي هون مقابل هالشي هاد. كوني بنت لطيفة، الشخص المنيح ما بيخلي عليه ديون ذنوب، بتعرفي هالشي مو هيك؟ شبرا.